مدار ساعة. على الرغم من التطور الكبير اللي يشهده العالم في تكنولوجيا وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يزال لا تزال هناك هواية، وهي هواة اللاسلكي ومحبينه وممارسينه داخل وخارج دولة الكويت. خلونا نتعرف معاكم على سر صمود هذه الهواية ليومنا هذا من خلال هالتقرير. إذن اللاسلكي ردينا من جديد، وراح نسولف أكثر عن هذا الموضوع المشوق بصراحة وأجهل عنه الكثير. بس في البداية نرحب بضيوفنا. أولا أحمد عباس الهولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وكذلك وليد علي أبل عضو الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وأيضا بدر يعقوب دشتي عضو الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي. صباح الخير وحياكم الله، وهم صبح اللاسلكي اللي قاعد هني على الطاولة، ما أنساه، هو نجم الموضوع كله، يعني أساسي، هذا اللي وصلنا بالعالم كله. نعم إيه نعم، يربط العالم كله. بداية أستاذ أحمد، لو بسألك عن سر استمرار هذه الهواية على الرغم من التقدم اللي حاصل بالعالم كله، لكن للحين هذه الهواية لا زالت موجودة وتستخدم، مو بس هواية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نصبح عليكم بالخير ونشكركم على استضافتنا عندكم. لتوضيح للمشاهد عن هواية اللاسلكي ودور الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي في نشر ثقافة اللاسلكي في الكويت وبالعالم. طبعا الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي أسست أو أنشئت عام 1980 بقرار وزاري رقم 140 الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعيتنا تعتبر جمعية نفع عام تأتي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. ولنا الفخر صراحة في الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي أن أحد مؤسسين الجمعية والراعي الفخري والرئيس الفخري لجمعيتنا هو حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر أحمد الصباح، ومع أخوانا من خيرة رجالات دولة الكويت. طبعا أنت سألتني يمكن السر في استمرارية اللاسلكي، مثل ما تشوف يشوفون المشاهدين أن الجهاز صغير قاعد يوصلك، يعني يمكن الحين إذا رفعنا على الصوت محطات من أمريكا، من أوروبا، من نيوزيلندا، من أستراليا بالجهاز الصغير هذا، ولكن صغر حجمه هذا قاعد يوصلك العالم كله. عكس إذا الأجهزة الثانية يبيلها إكسسوارات كبيرة، يبيلها هوائيات، يبيلها أرايل، يبيلها أبراد. يعني أنا قاعد أتكلم عن الهواتف المتنقلة، يعني تشوف أنت الجهاز صغير ولكن وراء يعني أجهزة وملحقات كبيرة عشان يشتغل الجهاز. عفوا، يعني أنت قصدك أن إحنا محتاجين نعتمد على الإنترنت، أما أنتم جهازكم هذا حتى وأن انقطع الإنترنت مستمرين. يعني الجهاز هذا بروحه بس بطاريته والجهاز وهذا الهوائي هذا قاعد يوصلك بالعالم كله. يمكن الشخص هذا اللي قاعد يتكلم حاليا من امريكا، فهذا حاليا قاعد يوصلنا امريكا فري اوف تشارج، ما في لا رسوم ولا فواتير شهريه ندفعها. هذا الحلو بالهوايه، انه محطه بسيطه صغيره توصلك العالم كله. نعم، من سنه 80 تخيلي 1900 صار لنا الحمد لله 44 سنه وبازدياد، قاعد يعني اعضائنا قاعد يزيدون مو بس بالكويت، يعني اعضاء الهواة اللاسلكي ومحبي هواة اللاسلكي قاعد تشدهم الهوايه حول العالم. زين، بالنسبه حق اعضائكم، هل في اعضاء شباب؟ يعني هل هالهوايه هذه تستقطب شباب مثلا بالعشرين او اصغر؟ هذا احنا دورنا بالبلبل، يعني احنا من كم من اسبوع اسسنا فرقه كشفيه خاصه بالجمعيه الكويتيه هواة اللاسلكي. هذه مهمتها ان هي تنشر ثقافة الهواة اللاسلكي والهواية بشكل عام بين الفرق الكشفية وأيضا بالجمعية الكشافة كلها. نعم. أيضا عندنا تعاون مع يعني جامعات، آخر تعاون كان بيننا وبين الجامعة الأمريكية الدولية، اللي قدرنا يعني كان هذا إنجاز كبير، قدرنا أن احنا نتواصل مع محطة الفضاء الدولية ISS عن طريق جهاز اللاسلكي، وقدرنا احنا الطلبه اللي موجودين سواء كانت طلبه الجامعه او طلبه اللي يعني زائرين بالجامعه
انهم يتواصلون مع رائد الفضاء مباشره عن طريق جهاز اللاسلكي. الفضاء؟ نعم. يعني الشخص اللي تكلمناه دكتور كان موجود بمحطة الفضاء الدولية اللي عادة يقعدون بالأشهر هناك، فركبنا احنا محطة أرضية عندنا بالمحطة الفضاء في عفوا الجامعة الأمريكية الدولية، وتواصلنا معه كان اتصال مباشر، يعني ما في بيننا أي واسطة أو أي أجهزة ملحقة، كان اتصال مباشر بيننا وبين محطة الفضاء الدولية. ما شاء الله. سعد بدر الله بسألك، شو اللي لقيته بهاللاسلكي مو موجود بالاجهزه اللي موجوده بكل بيت؟ عند كل واحد في تليفون. استاذ احمد فهمت انها ما يحتاج انترنت، ما يحتاج غيره، بس الحين اذا بتستخدم اللاسلكي حق شنو تستخدمه؟ تواصل طبعا بين دول العالم، التواصل بين المحطات الخليجيه، التواصل والتعارف على جميع القارات، هذا مجال كبير وطبعا نطاقه واسع يصل الى جميع بلاد العالم، بامكانك انك تتواصل وتتعرف على هذه الهواة، تتعرف عليهم وتتواصل معاهم سنويا في وجود معارض سنويه تحصل في طبعا اوروبا وتحصل في اليابان وامريكا، وعاده يكون الملتقى في هذا المعارض بين الهواة وشركات المصنعه للاجهزه هذه. نعم. أنا ودي هم بعد نسأل سؤال الأستاذ وليد، حياك الله. الله يسلمك. نسولف شوية عن التحديات اللي يعني تواجهونها في استخدام اللاسلكي في زمن الاتصالات الحديثة. والله بالنسبة حق التحديات، هي ما في تحديات كثر ما هي في إن إحنا نستفيد من الإنترنت. الآن ما في شيء في العالم مو شغال بالإنترنت، سواء البث التلفزيوني، البث الإذاعي، الأمور هذه، ولكن هذا كله يسمونه باندوث، اللي هو الامتداد من الاتش اف، اللي هو من هواية اللاسلكي، اللي على القوانين اللي موجودة في هواية اللاسلكي طبقت على سواء راوتر، على سواء على كاميرات محمولة بلاسلكي ينتبث على بودكاست لاسلكي، فكلهم هذول باندويث امتداد من القانون الدولي اللي هو مال الاتش اف، اللي هو الهاي فريكوينسي. الان هل هو اثر علينا او لا؟ لا ما اثر علينا، بالعكس هو قاعد ينفعنا. يعني اول كان لما نكلم واحد برا الكويت، طبعا احنا شغلنا كله برا العالم كله، يعني مو مختصر داخل الكويت، داخل الكويت يمكن يكون سكيب زون، ما احنا عارفين نتواصل مع بعض داخل الكويت. فنكلم برا لما نكلمهم نحتاج اللي هو يعني المعلومات كامله عنه. ما مثل شنو؟ اسمه، لان احنا ما في نكنيم. ايه احنا مرخصين دوليين من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، انترناشونال تيليكومونيكيشن يونيون. فهذه المنظمه هي اللي قاعده تنظم العمليه كلها مالت اللاسلكي. فعلى سبيل المثال انا لما اتقدم الى الجمعيه واحصل على ترخيص وانجح، الهيئه تمنحني رمز اللي هو كود، مثلا كود الكويت مثل 00965 مال التليفون، احنا نداءنا 9 كيلو 2، هذا الكويت. ما راح تلقى 9 كيلو 2 بالعالم الا الكويت. ففي شيء اسمه بريفكس وسفكس. الان ننتقل الى اسمي انا مثلا او الجمعيه 9K2RA، ما تلقين بالعالم 9K2RA الا الجمعيه الكويتيه اللي هو لاسلكي. وعلى ضوء هذا النداء يطلع حق العالم ونعرف من الشخص هذا اللي قاعد نكلمه عن طريق الانترنت، الصفحه مالته، نشوف من هو. بالسابق كنا ننطر الكيو اس ال كارد يوصلنا عن طريق البريد بأربعة اشهر ثلاثة اشهر، الان بنفس اللحظه احنا نشوفه لايف، نشوف هذا الانترنت. اي نستخدم الانترنت ونستخدم الغير انترنت. ليش؟ لان احنا نتطرق الى اي خلل يصير بالكيبل البحري الكل قاعد يتنرفز. صح. صح؟ نعم صح. الكل مستخدمين الانترنت، احنا ما لنا شغل، احنا موجودين يعني لاين اوف سايت، خلاص يعني شغالين 24 اورز. نعم. ايضا نتطرق الى الكوارث الطبيعيه، اذا صارت كوارث أو صارت شيء مثل ما صار في سونامي، زين تنقطع الاتصالات، انت بمجرد بطاريه سياره تشغل المحطه هذه وتتواصل ويا العالم كله. بطاريه سياره تشغل محطه؟ تشغل لان 12 فولت.
12 فولت. شال المحطة ال 12 فولت. لا لا أجهزة صغيرة. صغيرة. إيه تقدر تشغلها عن طريق يعني بطارية السيارة 12 فولت تسوي لها شارج وتشغلها فما تنقطع. قبل شوي أبو خالد ذكرت انضمام، إذا انضم أحد جديد يطلع على فريكونسي معين تعرفونه من خلاله. لو واحد قاعد يطالعنا الحين بالشاشه شلون ينضم حق جمعيه هواة لاسلكي؟ والله هذه دعوه مقدمه من الجمعيه الى ابناء الوطن، واللي يقولون احنا والله ما عندنا شيء بالكويت نروح له وما عندنا شيء، لا بالعكس عندنا كل شيء بهالديره الحبيبه. يبقى عليك انت وين رايح، انت شنو اتجاهك ضاري، يعني اذا انت تحب الخيل بتروح صح نادي الخيل، اذا تحب الرمايه بتروح للحمام، اذا تحب شغله تكنولوجي ولاسلكي وهالأمور تنضم إلى الجمعية. طبعا شروط الانضمام للجمعية اللي هو لازم يكون كويتي الجنسية، هذا بالنسبة حق القانون. إذا كان شخص أجنبي مرخص ببلده الآن أي جنسية نتكلم إحنا مثلا أمريكي مرخص في أمريكا أي الكويت زيارة يبي يستخدم المحطة نعطيه إحنا ستروك ونعطيه نداء إنه يستخدم اللاسلكي في الكويت لفترة فترة إقامته المربوطة مع البطاقة المدنية فقط. زين ف يعني الواحد لما ينضم إلى الجمعية ينضم لها إنه يتعلم أصول الهواية مثل ما أنت بتسوق سيارة لازم تدش شركة تعليم شركة هذا عشان تعرف شنو الضوابط. إحنا ما نسولف، ممنوع علينا نسولف لا بالتجارة ولا بالسياسة ولا بالدين، هذه أشياء من المحرمات الموجودة عندنا في الهواية بحيث إنه تمشي الهواية، لأنك أنت قاعد تكلم واحد مو من دينك من برا مو من طبقتك، أنت تاجر وهذا غني وهذا فقير وهذا كل الناس سواسية ما عندنا. فأنت بهالقانون هذا ما سويت أي مشكلة على الهواء ولا شيء، كل واحد ملتزم في 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 شغله. وهذا الهدف من الهواية ضاري، إنه تخلص العالم كله، تكلم جميع دول العالم وجميع المحيطات جميع الجزر جميع السوتا اللي موجودة، السوتا اللي هي احنا نسميها الارتفاع، جميع اللايت هاوس اللي يحطونه بالبحر، اللايت هاوس هذا مال هذول ايضا يروحون الناس من تحتها بالضبط اساسا يخلصونها. وهذه هم بعد تعلمك على الجغرافيا ضار تعلم الجغرافيا طبيعي. تعلم اللغه تعلم كل شيء، فلما يدش عندنا الجمعيه يتعلم هذه الاصول والقوانين واللوائح ينجح بالدوره يطلع الى عملي، في نظري وفي عملي. من يطلع على العملي ينجح يعطونا الجمعيه ريكومنديشن حق هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات مشكوره اللي تعاونها معنا باستمرار، وهي طبعا تعتبر مظله الجمعيه، فنعطيهم الكتاب هذا ويتم عمليه يعني ترخيص. يعني في مهام معينه تعطونها حق المتقدم إيه؟ ويجب ان ينجح فيها بالضبط. استاذ وليد قبل لا نرجع شوي ونتكلم اكثر عن الجمعيه في عندنا مقطع فيديو إيه؟ خلينا نشوفه ونرد. نعم أتوقع شاهدنا من قليل بعض اللقطات اللي عرضتوها لاتصال لاسلكي مع أحد رواد الفضاء، ما أدري أستاذ أحمد إذا تشرح لنا بالضبط شنو شاهدنا. هذا اللي شفناه توه كان محطة أرضية احنا أسسناها في الجامعة الأمريكية الدولية الـ AIU بطلب منهم وتعاون مشترك بيننا، ركبنا أجهزة لاسلكي وهوائيات موجهة على المحطة الفضاء الدولية مع أجهزة كمبيوتر وسوفتوير. اللقاء كان 15 دقيقة، اللي هو 15 دقيقة لفترة مرور محطة الفضاء الدولية فوق أجواء دولة الكويت، يعني بعد ال 15 دقيقة راح ينقطع من يطلع الحدود مالت الحدود المنطقة راح يطلع. أستاذ يعني بالنسبة حق أتوقع لو إنسان يبي يحاور شخص قاعد يمر فوق فضاء ديرته نعم. نوعية الأسئلة أو الاهتمامات أو اللي يثير فضولكم في هاللحظة هل هي عن نوعية المشاهدات اللي قاعد يشاهدها وإحنا ما نقدر أو إنه ينقل لكم صورة من فوق؟ إيه يعني في أصور قاعد يصورونها المحطة الفضاء الدولية. عن شنو سولفتوا وياه؟ يعني كانت أسئلة علمية مثلا، لأن مو إحنا اللي سولفنا بشكل مباشر، الطلبة يعني هذا كان نوع من يعني بحث علمي قاعد تسويه الجامعة الأمريكية
عن الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، فكانت الأسئلة كلها موجهة من طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية. الأسئلة كانت مثلا متى تنام، شلون تنام، الساعة كم الحين عندكم، شنو تسوي مثلا في أوقات فراغك، شنو مثلا التجارب العلمية اللي انت مكلف فيها، لان كل رائد فضاء عنده تجارب علمية مكلف فيها. فمثل هذه الأسئلة اللي يعني كل واحد يسألها، بما يعني حتى احنا نتساءل يعني رائد الفضاء قاعد في مكان صغير، غرفة صغيرة، شنو قاعد يسوي اذا مل؟ هل الأكل اللي قاعد ياكلونه نفس الأكل اللي احنا قاعد ناكله ولا غير؟ طيب في واحد انا أسأله قال له شلون تحلق لحيتك، شلون تحلق شعرك. فهالأسئلة هذه اللي احنا يمكن نستغرب هناك شنو قاعدين يسوون بالمكان الضيق هذا. صحيح. استاذ بدر، لو بسألك عن فترة الغزو تحديدا، كان في استخدام، سمعنا قصص وايد عن استخدام اللاسلكي في هذه الفترة تحديدا، لو في قصص معينة تطري في بالك تقول لي اياها شنو كانت؟ والله بذاك الزمن يعني في هواة قدامة بالكويت يمكن عايشوا هذا الوضع، بنقل الأحداث اللي كانت تحصل داخل الكويت للقيادة الخارجية عن طريق محطاتهم. فهذا هذا هذه الهواية طبعا منها هواية منها صارت منفعة للبلد بنقل المعلومات والأحداث اللي كانت تصير عندنا، سواء من اعتداءات، سواء من عدد شهداء، سواء من قلة مثلا في الغذاء مثلا. فكان دائما يوصلون لهم هذه المعلومات عن طريق اللاسلكي، لان طبعا هذه الموجات مرات صعب ان الواحد يلقاها او يسمعها غير عن التليفونات، طبعا تكون مشفره او مسموع لها من الجهه الاخرى. وبهذاك الزمن كان نفس الشيء 9K2، طبعا يختلف طريقه النداء، بس يكون بينهم مثلا كول معين او كود معين على اساس لا يتم معرفه هويه الشخص المتواجد بالكويت. اي يعني مو مشفر الجهاز، تنسمع شنقال ينسمع طبعا. بس كانوا يقومون بالاتصال عن طريق الساتلايت في جهاز صغير، في وايد برامج شرحوا عنا هذا الجهاز، مثل جنطة وفي لها مثل شمسية أو ساتلايت يرسل عن طريق البث هذا إلى الدول الخارجية. دول ثانية ما هو تشترين جهاز؟ أنا صراحة يعني ودي أعطيك إياه جربة كذي عادي، جربة ضاري كذي. أنا سؤالي لو شريت هالجهاز أقدر أركبه بالبيت ولا مو؟ هو لازم ضاري بالنسبة حق التراخيص. تكملة حق موضوع التراخيص، عندنا نوعين من التراخيص، عندنا اللي هو الـ VHF UHF وعندنا الـ HF. الآن ناخذ الـ VHF UHF، هو لوكال محلي، نرخص الناس اللي بيستخدمونها حق داخل الكويت، هذول لهم نداء خاص ولهم نوع من أنواع التراخيص تصدر لهم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تخص هذه الشريحة. هل هذيلا يعني ممكن يكونون من رواد البر والبحر ولا خايفين ينقطعون؟ هذول ياخذون يحطون يعني يستخدمونه كوسيلة تواصل بالبر إذا انقطعت الاتصالات. هذول تأثروا باللاسلكي بعد فترة طويلة، دشوا دورة ثانية مالت الـ HF للحصول على الترخيص الدولي. طبعا أنا لما قاعد أتكلم الحين مو قاعد أتكلم عن المجتمع الكويتي، ترى قاعد أتكلم عن الكل، خاصة الخليج، إخواننا في الخليج، لأن المساحات عندهم تنقطع فيها الإنترنت. نرجع مرة ثانية أن الإنترنت ينقطع، فما كان في تواصل عندهم، فاضطروا أن يركبون الأجهزة الـ VHF. لما خلصوا من أجهزة الـ VHF هذه ردوا قالوا ها ليش ما نطلع حق العالم عن طريق الـ HF الهاي. دشوا دورات ثانية، دورة الـ HF طبعا كلها بالإنجليزي ولها شروطها ولها قوانينها، لأن هذا ستاندرد عالمي يعني كل الدول قاعدة تمشي عليه، بحيث انك انت اذا رحت اي دولة، احنا نسمي يعني احنا لما نسافر اي دولة عندنا بيت فيها، يعني مثلا اسافر اي بلد في العالم اقول حق رائد التاكسي ودني الجمعية مالتكم مالت اللاسلكي، فالقى الناس اللي انا اعرفهم ضاري، اللي انا ملتقي فيهم على الهواء، وسواء طبعا هوايتنا من الجنسين يعني اساس. نعم. انت يعني تحبين تنضمين عادي، عندنا بنات عندنا بنات في الجمعيه، عندنا يعني انا استاذ الصراحه ايش المشكله؟ نعم. للحين مو مستوعبه شنو المتعه في الهوايه، اسمح لي يعني اعتذر منك، لان انا كشخص قاعد اطالع الجهاز
وعندي سمارت فون للحين مو قادرة أشوف شنو ضاري يعني تنضم لي في هالتساؤل. للحين أنا مو شايفة شنو اللذة فيها. أتوقع أنتوا لأنكم يعني متمرسين فيها تشوفون أشياء وتسمعون أشياء إحنا اللي عمرنا ما جربنا ما نعرفها. يعني عفوا بس أضيف شيء اللي توصلوا له حاليا اللي الكل قاعد يستخدمه من وسائل التواصل الاجتماعي واتساب إنستغرام، هذا بالوات اللاسلكي من سنين من الخمسينات وقبلها وقبلها. يعني بهواية اللاسلكي إحنا كنا ندز إيميل قبل لا يكون موجود الإيميل، ندز صور، كنا ندز صور فيديوهات. اشرح لي اياها شلون تجي الصور وفيديوهات عن طريق برامج يعني عن طريق برامج الكمبيوتر. سلو سكان تي في، نفس الفاكس والفكره نفس الفاكس، يطلع على شكل نقط دات نقط تطلع 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 لما تركب الصوره فتطلع الصوره كامله عن طريق ارسال التردد هذا، يرسل الديجيتال نسميه احنا، بس اول كان كله انالوج. هالحكي في هذيك السنين بيه شوف كم سنه اللي هو التلغراف. على فكرة احنا انواع الاتصالات ما تطرقنا فيها. الاخت قالت انا ماني مو عارفة شنو، يعني الاخ بدر يمكن عنده مشكلة في النظر، يعني يعاني من النظر قوي بالسمع، وين يروح؟ يلجأ الى السمع. هوايات السمع اللي هي اللاسلكي والراديو والامور هذه، صح ولا لا؟ صحيح، لان شوية يعني الوضع يختلف عنده. فلما احنا نتكلم ويا واحد ومورس كود يعني اللي هو الدد والدا، هذول اقلبهم معتمدين على السمع وليس على النظر. تمام؟ تمام. لما نطلع على الديجيتال، الحين دخلنا الكمبيوتر ويا اللاسلكي، الكمبيوتر يرسل حق اللاسلكي واللاسلكي على الهوائي وبرا. فالتكنولوجيا موجوده والمصانع شغاله والشركات شغاله والهوايه مستمره، وعدد الهواة حاليا يقارب 6 مليون هاوي بالعالم. ما شاء الله. يا سلام يا سلام. في زياده شويه يعني احنا عندنا تنظيم دولي، عندنا اتحاد دولي الحمد لله، يعني الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي، ونفتخر ان يوم من الايام كان نائب رئيس الاتحاد الدولي من الكويت اللي هو رئيس الجمعية، والحمد لله يعني أنا رئيس الجمعية وأيضا عضو مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي. فعندنا تنظيم دولي كبير تحت مظلة الأمم المتحدة اللي هو الITU. نعم. وعلى فكرة في نقطة بحددها، احنا عندنا مسابقات دولية تصير، نعم، موسمية، يعني كل بين 3 أشهر 4 أشهر تصير مسابقات دولية على الهواء. ترى احنا بالمراكز الاولى بالعالم. السلام. اي يعني يعني الفرق اللي موجوده والاشخاص اللي قاعدين يشاركون قاعد يحصدون تقريبا في جميع الباندات، ياخذون الكويت تاخذ. شنو اجمل شيء استاذ وليد؟ نعم. ان الانسان يكون عنده شغف. ايه؟ بشيء معين. نعم. وانتم جامعكم نفس الشغف. نعم. فمبين. نعم. عليكم ان عندكم شعور بالسعاده. ايه؟ والفخر بالجمعيه وكل الإنجازات اللي أنجزتوها والفعاليات والمسابقات الدولية اللي قاعدين تحققون فيها مراكز عالية. احنا فخورين بصراحة باستضافتكم اليوم. شكرا لكم. وأتمنى أنا ألاقي لي كذي شغف هم بعد، بس ما أدري إذا لاسلكي ولا لا. مو غلط، مو غلط. لاسلكي ولا لا، بس راح يكون بشيء كذي إن شاء الله. يونس شرفنا فيكم اليوم. شكرا جزيلا. وشكرا لكم، والله يوفقكم في فعالياتكم واجتهادكم. التوفيق للجميع. لا يصير له شيء. كل الشكر للأستاذ أحمد عباس الهولي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وأكيد الشكر موصول للأستاذ وليد علي أبو العضو الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وأيضا الأستاذ بدر يعقوب دشتي عضو الجمعية. شرفتونا وبرك الساعات، بس ربي يتمع على أفراد عسى ربي ينفعكم وينفع فيكم إن شاء الله. البلاد والعباد من 9K2 هناك الله ما ذكرته. لا لك مستقبل. لا محفوظ محفوظ محفوظ. أصلك صير رادي لكم.